هدي قبل ما نبلش حلقة اليوم ذكر المتابعين أي أيام بينزل فيديوهات بهاي القنوات وأي ساعة. أوكي رح ننزل نحن فيديوهات يومين بالأسبوع، بيوم الثلاثاء وبيوم السبت الساعة واحدة بالضبط رح ينزل فيديوهات، ففعلا زر الإشعارات لحتى ما يفوتكم ولا أي فيديو واشتركوا بالقناة لأنه قريبا رح يكون في سحب على هدايا كتير إن شاء الله بتشوفوها بالفيديو الجاي. أو بس يلا نبلش اليوم. عنا على فكرة تحدي اليوم تبعنا الناري رح يكون عنا مشروبين نفس اللون، أو حتى مو مشروبين، مشروب واحد أو كاستين نفس اللون. لون الكاسة الأولى رح يكون مشروب والتانية ما رح يكون مشروب، رح يكون كتير بشع ونحن لازم نحزن وين المشروب وين اللي مو مشروب. عرفتوا الفكرة؟ جاهزين؟ جاهزين. يلا هلأ حجرة ورقة مقص علي ببلش وبعدين بالدور بتمشوا ورا بعض. واحد اثنين ثلاثة. حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص. A few moments later. حجرة ورقة مقص. خلصونا. يلا حجرة ورقة مقص. 2000 years later. حجرة ورقة مقص. أنا اللي راح بلش. طيب قدامك مشروبين. أوكي. مشروب فيه ميريندا والثاني فيه غسيل للفم. اوكي لازم تختاري واحد. ممنوع تشميه، ممنوع تمسكيه. لا ساعدني استني. لسه ما نقيت واحد منهم ميريندا وواحد منهم مشروب للفم. انا برايي رح اختار هذا. غبي. التحدي اللي بعده. جاهزين؟ جاهزين. مونا دورك هلا قدامك كاستين. اوكي انت لسه جايه دورك لا تضحكي. لا بالي. مونا قدامك كاستين. اوكي ممنوع تطلعي من فوق، ممنوع مسموح بس من تحت تطلعي. ايه كاسه فيها مايونيز وكاسه فيها لبن. نقي وحده. هاد لبن مايونيز. يلا اختاري وحده. اختاري وحده يلا سريع. اوكي لبن. الراوند اللي بعده. اوكي هذا الراوند رح نحسبه يا جماعه لمونا وريما بشرط انه ما رح نحكي لهم شو موجود بالكاسات مشان ما يحزروا. جاهزين؟ اوكي جاهزين. يلا كل واحده لازم تختار كاسه او فيكم انتم التنتين تختاروا كاسه. لا هات هات هات. طيب يلا. لا متاكدين؟ في عندنا كثير شغلات لسه ما حطيناهم بالكاسات، ممكن تشربوا اي شيء. انت ممكن يكون عندك ميه سردينه على فكره. ممنوع تشموها. طيب يلا واحد اثنين ثلاثة. متأكدين ما بدكم تغيروا؟ لا طيب تفضلوا. واحدة منكم رح يطلع لها شيء مو طيب. بلو. واحد اثنين ثلاثة. مين طلع على مية سردين؟ مو أنا ما فهمت شو هاد. الاثنين كانوا على فكره ميريندا. قرف بس على فكره هي بتقرف الميريندا وحياه الله بشعه صح ولا لا؟ الميريندا قال انا خفت بحسيتها فيري طعم تبلع. راند اللي بعده. عندنا شيء اثنين لونه زهر مزبوط؟ بدك تختاري واحد. اي واحد؟ هي زهر. اوكي اختاري يلا. متاكده؟ يلا دوي. يلا دوي مونا. لا انا ما رح ادوق، انت دورك هذا لحاله عليك. يلا دوقي. ايه مو انت كان بدك. شو طعمه؟ شو انا ما بعرف الفريزر. لا ريما لازم تدوق الكاسه الثانيه. ليش ادوق الكاسه الثانيه؟ هي اختارت وحده. لانه هذا الراوند نسيت. انا ما قلت لكم قبل ما يبلش الراوند انه واحد بينقي والثاني بيشرب الثانيه. لا هاي معجونه، هذا صابون. لا 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 مستحيل. لا هاي صابون عدي. لا رامي لا لازم. هي اختارت، هي عدت الثانيه اختارت وحده. انا نسيت اقول لك لانه القوانين قبل بدايه الراوند. لا إذا ما تبغى هاي مشكلتك ما دخلني والله. وحياة الله يا جماعة هذا صابون إيدين. صابون إيدين ما تشربي بس بتاخذيه بتمك تبزقي. لا 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 لا. واحد اثنين جسرة. طيب ثلاثة. نم 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 نم. شو هاد؟ شو لفانا؟ يلا صباح الخير.
ايه 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 الدببة اثنين هزوا الطاولة كلها. يلا جاهزين؟ جاهزين. في ريحة سال جرابات احرامي. يلا التحدي اللي بعده. اوكي في عنا شغلتين بس أوكي. اذا قلت لكم شو هالشغلتين رح يكونوا مبينين. اوكي المتابعين هلا رح يشوفوا شو ما شو هالشغلتين. اوكي هلا رح يعرفوا فورا. اوكي يلا انت لازم تختاروا. لازم نختار مين بده يختار. اوكي يلا 1 2 3 حجره ورقه مقص. لا استني انت ما ضروري تشربي. هلو التحدي اللي بعده. اوكي انتوا الاثنين راح تشربوا. انا اوكي انا يلا قبل ما نبلش شو قلتكم شو هذا اللي بالكاسات؟ نحكي ولا ما نحكي؟ نحكي صراحة مبين. شو مبين؟ انه هذا تبع رب البندورة وهذا كاتشب. اتنينات اصفت مع بعض. طب اتنينات مع بعض شربوا انتو التنتين. يلا الواحد بيتعب يا جماعة بيتعب بيساوي فيديوهات هن الآخر كاتشب. شربوا لقلكن صحة وهنا يا رب. لا لازم تشربيها. ممنوع تبزقي. هذا ممنوع تبزقي. لا عجل احراج. لا مونا دايم. شو رايكم بالكاتشب والعصير؟ رأينا انا رح نقله يا بعد ما يخلص هذا الفيديو. فهمتوا التحدي اللي بعده. اوكي حلو رح يكون فيكم تقولوا تنظيف للجسم. حلو في عندكم مي في عندكم خل. هذا مي خلي شميت ريحته. لا انا مون على هذا التحدي يا جماعه. لا يعني انتوا التنتين لازم تنقوا بعنايه كثير كبيره لانه الخل اذا بتشربوه رح تموتوا 100% رح يوقف الفيديو. فلازم تنقوا بعنايه. يعني فينا ما نشرب الخل. يعني واحده فينا بس تنقي الثانيه. واحده فيكم لازم تنقي. هلا بتلعبوا حجر ورق مقص ويعني 50-50 رح تموت يعني. تفضل تموتي. اكشن. لك مقتل يا حمارة مقتل. حجرة ورقة مقص بالطريقة الحبية. بس اوكي يلا يلا مونا انا بدي اخسر هالمرة. حجرة ورقة مقص مونا. يلا مونا انا برأيي على فكرة مساعد ممكن مساعد رامي. لا امبلا انا برأيي يمكن هاي انا هيك رأيي الصراحة. متأكدة؟ متأكدة؟ انا برأيي هاي تنتين مي. متأكدة؟ شو تنتين مي عن جد؟ ريما فيك تشميها بس ما بتحكي كلها. مونا هذا خل. ثواني عفوا منك انا قلت لك تشمي بس ما تحكي ولا كلمه. هاي كلمه هاي مو كلام يعني. طيب مونا ما بعرف هاي مخ. اوكي لا بدلي كل شيء. بدلي لفي 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 ستوب. شو بدك تشربي؟ يلا 1 2 3 اختاري. دلعي مونا. هاي اوكي. سنعود بعد قليل. جاهزين. تحدي اللي التحباس. تحدي اللي بعده. اوكي معنا كاسه فيها صوص مع الغازات والكاسه الثانيه كولا مع غاز. يعني كولا عادي. اوكي كولا مع غاز وكولا عاديه. نو اوكي اوكي يلا سيركولا. شو رح نختار؟ مين رح يختار؟ مين رح تختار؟ انا رح اختار. ايه ما بعرف حس حالي يا جماعه كثير كلب بهالتحدي. يلا حس حالي كثير كلب بهالتحدي لانه عم بكسب عليكم نص التحديات. انا 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 ولا هدي. اوكي تفضل اشربوا.
Oh my god, bro. ضحكت عليها. تفضلي. شو عندك كان؟ أنا ما بعرف كان في عندي شيء على فكرة عن جد طعمته بتقرف مي وسكر لونه أسود هذا اللي حسيته الصراحة. على فكرة كولا بالتوت. ما تجيبوا كولا بالتوت لأنه بتقرف. اللي بعده. وصلنا إحنا الكولا آخر تحدي لليوم معنا وأخيراً بس رامي قال إنه هو محضر لنا مفاجأة. يلا رامي شو هي المفاجأة؟ أول شيء خذي هاي. شو هذا؟ مسكي. هاي صحن فيها غسيل للتم عشان تغسلي تمك بعد هذا التحدي انت او مونا. بس قبل ما نبلش هذا التحدي لازم توعدوني انتو التنتين اوكي انه اي شيء بيطلع لكم لازم تشربوه. جاهزين؟ جاهزين. اوكي التحدي هذا رح يكون كتير صعب كتير وشكم ممنوع تشوفوا شو عم تنقوا. اول كاسة معنا عصير مانجا مخلوط مع بيض. ثاني كاسة معنا اظن ما في داعي انه لكم شو هذا اساسا. يلا وين نحطهم؟ نحطهم هيك. اوكي انا رح اختار الجهه اليمين. اوكي انا رح اختار اوكي الجهه اليمين. اليمين رح اختار بيسار. رح اختار اوكي رح اشوف انا نطلع. رح اعطيكم كل وحده كاسه. اوكي في مونا ديري انت اول وحده ريما ممنوع اول شيء. اوكي جاهزه مونا؟ جاهزة. شربي. شو هاد؟ هاي عصير مانجا مخلوط مع بيض. هذا عصير مانجا؟ ايه. اوكي انا الطبخة. لا عم تمزح صح؟ لا انا مستحيل اشرب بيض. قلتلك هذا اسوأ تحدي. لا مستحيل. ليكو ليكو يا جماعة شو طالع منا منا ليك؟ وحياة الله طالع ريشة منا ليك يا عم جد وحياة الله والله العظيم ليك. طب شو هاد؟ مو ريشة هاي بياض بياض. في عندي بخاخ نعنع اعطيني اياه عن جد اعطيني اياه ليك وهونيك هون مشان ما احس بشي عرفتوا؟ يا ربي الصلصة مشان ما اشم بأي شي بس افقد وعي من النعنع ساعتها بشرب الشي اللي بدي اشربه هلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم غسول التم. لا إله إلا الله يا رب سامحني يا جماعة الخير.